عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بيك. والله يحفظك. شان يعيشك. عرفنا عليك. اسمي فاطمة. ايه؟ من موريتانيا. شرف فاطمة. هذه أول زيارة ليك لتونس؟ ايه أول زيارة. كيفاش جت الفكرة أنك تجي تزور تونس؟ تونس مدينة حلوة سياحية، شعب ما شاء الله متمدن متحضر. الله يحفظكم. تمام. انت وشكون جيت في الزيارة هذه؟ يعني اش نسوي؟ زوجي. أها. ليش اخترتوا تونس تحديدا يعني كوجهة؟ قلت لك تونس ما من ناحية التمدن ما شاء الله، وفيها كمان أماكن سياحية أكثر. هيك. قديش عندكم توا من اللي جيت؟ صرنا شي أسبوع مثلا. وين مشيتوا في الأسبوع هذا؟ في الأسبوع هون في شارع بورقيبة، نمشي ليل نطلع نتمشى هون على هذا اسمه الكورنيش هذا وبس. سيدي بوسعيد؟ حديقة الحيوانات الفيدير. اها. وبس بكره ان شاء الله نروح سيدي بوسعيد. ان شاء الله. بقية الولايات يعني سوسة حمامات؟ لا لسه ما زرنا. قداش فيها الزيارة ذي؟ قداش باش تبقاو فيه؟ في تونس؟ ممكن مازال 10 ايام او هيك. شنو الاختلاف اللي لاحظته والفرق ما بين موريتانيا وتونس؟ في اختلاف كتير، في اختلاف اللبس و الحضارة، في كتير اختلاف في الأكل. وفي الأكلات كمان احنا عندنا شي ثلاث أكلات هيك. عندنا كسكس، مو مثل الكسكسي عندكم، عندنا كسكس باللحم وعندنا رز بسمك وعندنا عندكم سمك بزيد. ايه عندنا كمان لحم زيت، عندنا ناكل ابل وقنوم وما ادري شو وبقر كثير. ناكل اللحم ب كل شيء. اي في كل شيء، كل شيء لحم. شو نقاط التشابه بين موريتانيا وتونس؟ نقاط التشابه اللي حسيتها هكا تتشبه الموريتانيا، حاجه حسيتها حاجه تشبه يعني فيش شوية شوية، ما فيش بالحكي شوية. أحيانا عندكم كلمات مثل كلماتنا. كيما شنو مثلا؟ كلمات عربية مثلا. يا ما أعرف، ما أقدر أحسب لك إياها. في كلمات تحس في موريتانيا. باش نسألك في دور المرأة، المرأة التونسية تشبه المرأة الموريتانية ولا لا؟ لا تختلف. شنو هي تختلف؟ أحسها متحررة كثير المرأة التونسية مثل الموريتانية. التحرر في شنو بالضبط؟ كل شيء، في اللبس، في المعاملة، في كل شيء. هل هذا أنه يعني أنه المرأة الموريتانية عندها قيود؟ إيه قيود مجتمع مثلا مثل هذا الزي، لازم يكون هيك. الزي هو من العادات والتقاليد، بس لازم يكون ما يعني ما يصير المرأة الموريتانية ما تقدر تطلع لبسك أنت مثلا، ما تقدر ابدا. انت كي جيت لتونس علاش بقيت باللباس هذا؟ يعني عاجبني، انا اصلا عاجبني هذا الزي، زي موريتانيا نحبه. يعني انت تحب تحتفظ بالاصاله؟ ايه هيك خليك متميزه على البقيه، يعني يميزك خليك. اي عند نفسي مميز، خليني مميزه معه. يعني يبرزك انت كضيفه؟ ايه كضيفه، من اي حد يشوف مثلا امر علي قال لي من موريتانيا. العبيد يفرحوا بيكم؟ هون استقبال يعني مين ما شاء الله. ولا ما انا ما شفت تصرف غير لائق منكم صراحه الامان. شو اللي عجبك يا اخي؟ ها شو اللي عجبك هون؟ كل شيء، كل شيء عجبني. شنو تعمل في حياتك؟ نعمل في حياتي؟ يعني شنو تعمل؟ قاعدة في بيت. ربت بيت. ربت البيت في موريتانيا كيفاش؟ يعني جوست تبقى في الدار ما تخدمش ما تنجمش؟ تخدم ممكن لو عندها مثلا شغل بال، ممكن تكون شرطية، طبيبة، أي شيء عادي. أنت كملت قرايتك ولا لا؟ لا انا خلصت، ما كملت، طلعت من صف ثاني اعدادي تقريبا. كنت فاتحه محل ملابس
وبس هكا. التجارة في موريتانيا كيفاش حالها؟ حلوة، كل شيء رخيص، مو غالية كتير أسعار هناك. تونس غالية؟ لسه ما جربت أشتري شيء، أتسوق من تونس. نزلت ما تسوقتش؟ نزلت ما تسوقت. زوجك شنو يقول لك؟ يقول لك غالية ولا رخيصة؟ لا لسه ما تسوق هو كمان هو. ما غال. بس. أنت قبل ما تجي لتونس شنو تسمع عليه؟ تونس شنو نسمع عليها؟ ما كنت أصلا أبحث كتير عن تونس. اصلا لا صراحه. انت اخترت الوجهه او زوجك هو اللي اختار؟ هو اختار الوجهه، هو زار تونس من قبل، كان في الحمامات وهيك. هو اللي اختار تونس. الزوج الموريتاني كيفاش يعني؟ صعيب؟ في منهم صعيب وفي منهم ما. زوجك كيفاش؟ زوج الحمد لله مو صعيب، متفاهمين الحمد لله. قريبك هو؟ لا لا. كيفاش تعرفت عليه؟ تعرفت عليه عن طريق جارنا، صديق جارنا قريب منا. شايفك؟ وبعد خطبنا وهيك تزوجنا. كيفاش العادات والتقاليد عندكم في موريتانيا؟ تختلف. تختلف عندكم الكلمة وبعد الخطبة وبعد العرس؟ عندنا هيك الكلمة والخطبة والعرس وهيك. الخطبة شنية فيها بالضبط كتحذيرات؟ كتحذيرات يجي تجي أم العريس وتشوف أم العروسة ويطلبوا إيدها، يوافقوا أهل العروسة وبعدين يعطوهم مثلا مدة فترة يحددوها يتفقوا عليها ويصير العرس. ما بين الخطبة والعرس قديش لازم فترة؟ هل تفوت العام عامين ثلاثة؟ حسب لو هو لسه بيشتغل ويجهز البيت وحاجات تقعد ممكن عام وهيك، غيرك لما يكون جاهز ممكن يخطب شهر عادي. شروط اللازمين في الزواج؟ ما عندهم شروط. المرأة الموريتانية عندها شروط ولا ما عندهاش؟ لا، في نسوان بيشترطوا. شنو يشترطوا مثلا؟ يشترط مهرها، تشترط وين تسكن. مهر شنو كان؟ ما بعرف بكم دينار عندكم، بس كان قليل مو كثير. كلمة الختام شنو تحب تقول؟ تعيش تونس ما شاء الله، مدينة حلوة. مرحبا بيك في تونس مرة. مرحبا بيك.